مفيش عروسه بتستغنى عن رفايع المطبخ، وبرضه مفيش عروسه مش بتتوه في رفايع المطبخ، خصوصا وهي بتشتري منتجات جرانيت او ستانلس. واحنا في معرض منزلي للادوات المنزليه بنوضح لك كل شيء بالتفصيل، وبنوضح لك المنتج الاصلي من التجليد، وتشتري ده ازاي وتحافظي على ده ازاي، كل ده بنوضحه بامر الله تعالى. بالاضافه لكده كمان بنعرض عليك اسعار كتير من المنتجات من الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه المنزليه. فلو انت مهتمه بمجال الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه المنزليه، بنتمنى طبعا تنزل تشترك في قناه معرض منزلي للادوات المنزليه، هتستفيدي معانا كتير من الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها على القناه. على الاقل لما تنزل تشتري منتج من السوق يكون عندك خلفيه عن السعر للمنتج كام، ازاي تميزي بين الاصلي والتجليد، كل ده بنوضحه بامر الله في قناه معرض منزلي للادوات المنزليه. فيلا مع بعض نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف مع بعض منتجات شركه تيما اللي ثابته وجودها في السوق المصري لحد الان، منتجات في غايه الروعه والجمال. عندنا بعض من الرفايع بتاعه منتجات تيما، هنتعرف مع بعض على خامتها واشكالها والالوان اللي موجوده واللي متاحه عندنا منها ايه. وبنأكد عليكم كمان ان احنا بنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهورية. وفي اخر الفيديو ده في فيديو مهم جدا هقول لكم عليه، بتمنى تدخلوا تشوفوه باذن الله، هوضحه لكم في اخر الفيديو. فيلا مع بعض نشوف اول منتج معانا من رفايع منتجات تيما اللي موجودة معانا النهاردة، هو طقم الكنك الجرانيت من منتجات تيما. تيما دي من المنتجات بصراحة اللي ثابتة وجودها جدا، هي اتصنعت في مصر ولكن خامتها ما شاء الله عالية جدا وجميلة. زي ما انتم شايفين كده ده طقم جرانيت من شركة تيما، بيتميز بألوانه الجميلة جدا، وزي ما انتم شايفين كده الملمس بتاعه ناعم وكانك محمل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبيكون مختوم عليه ختم تيما ومكتوب عليه تركي، بس هو مش صناعة تركية ولكن خامة ما شاء الله جميلة جدا. طقم مكون من 3 قطع موجود ومتوفر عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية، طقم كنك جرانيت من شركة تيما، سعره الحالي عندنا بفضل الله تعالى ب 500 جنيه. الطقم ده كان ب 600 جنيه من فترة، بس ده السعر الحالي اللي أنا بكلمكم عنه، ممكن بعد كده يزيد عن كده الله أعلم، في ظل إن الأسعار في الغالب هيكون في زيادة في الفترة الجاية والله أعلم، فأنا بقول لكم ده السعر الحالي للكنك الجرانيت ماركة تيما. برضو عندنا لبانة جرانيت من شركة تيما مقاس 16، لبانة الله أكبر عليها، يعني السمك بتاعها ما شاء الله 5 مللي، نجرب كده الكاميرا ونشوفها. برضو بتتميز إن هي تقيلة ومحملة ما شاء الله، وده التوزيع بتاعها، التوزيع الحراري بتاعها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميلة جدا وتقيلة الله أكبر. اللبانة الجرانيت اللي معانا النهاردة دي من شركة تيما سعرها الحالي بكام؟ ب 500 جنيه، بس ده سعر النهاردة، الله أعلم بكرة هيكون الوضع إيه، بعده الوضع إيه. ده بالنسبة للبانة تيما 500 جنيه، الكنكة ب 500 جنيه. نشوف مع بعض طقم البسبوسة من شركة تيما، برضه متوفر عندنا منه ألوان، وسبق وشحنا من الحياة دياتي منتجات كتيرة جدا، وبصراحة ما شاء الله من فضل الله ناس كتيرة شكرت في منتجات تيما. معانا ومعاكم طقم البسبوسة من شركة تيما، مكونة من 3 قطع، مقاس 28 و32 و36. زي ما انتم شايفين كده دي صواني بيتزا ما شاء الله جميلة جدا، دي أصغر قطعة اللي هي مقاس 28، ودي القطعة اللي بعديها اللي هي القطعة مقاس 32، وأكبر قطعة اللي هي القطعة مقاس 36 من شركة تيما. ما شاء الله ملمسها جميل وخامتها محترمة اللهم بارك، مكونة من 3 قطع، سعرها الحالي ب 900 جنيه. صواني البيتزا دي سعرها الحالي 900 جنيه، متوفرة وموجودة عندنا بفضل الله، وبنشحن لجميع محافظات الجمهورية. بعد كده هنشوف مع بعض طقم الجلاية من شركة تيما، طقم جلايات تيما ما شاء الله طقم جميل جدا اللهم بارك، هنشوفه مع بعض، مكونة من 3 قطع. معانا طقم الجلايات من شركة تيما مكون من 3 قطع، زي ما انتم شايفين كده التوزيع الحراري بتاع الجلايه، زي ما انتم شايفين كده، وده السمك بتاع الجلايه ما شاء الله لا قوه الا بالله، مكونه من 3 قطع، اصغر واحده بتكون مقاس 20 بعدين 24، والكبيره بتكون مقاس 28، زي ما انتم شايفين كده الله اكبر، طقم ما شاء الله جميل ومحمل اللهم بارك. طقم الجلايه الجرانيت من شركه تيما مكون من 3 قطع 20 24 28، سعرهم في معرض منزل الأدوات المنزلية ب 1200 جنيه.
سعرهم 1200 جنيه، اطقم ومنتجات تيما ما شاء الله جميله جدا اللهم بارك. ومتاح عندنا الوان برضو اللي هيكون محتاج الوان من اي حاجه من المنتجات اللي معانا دي ان شاء الله بنوفرها بامر الله تعالى. بعد كده المنتج اللي بعد كده من رفايع منتجات تيما هو اطقم الطواجن. الطاجن مكون من قطعتين، قطعه مقاس 30 وقطعه مقاس 35، هنفتحها ونشوفها مع بعض برضو وهنقول لكم على سعرها الحالي كام. بسم الله. دي الصينيه بتاعت تيما زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله جدا، دي اللي هي الصغيره مقاس 30 ومعاها كمان القطعه الكبيره اللي هي 35. اي حد يحتاج المنتجات دي باذن الله بنصور لك المنتج قبل ما بنشحره عشان برضو الصوره بتكون واضحه وكل حاجه تكونوا عارفينها احنا بنشتغل ازاي ونظامنا ازاي. طقم الصواني او الطواجن، طقم الطواجن المكون من قطعتين ماركه تيما مقاس 30 ومقاس 35، القطعتين دول سعرهم الحالي ب 1200 جنيه. سعرهم الحالي ب 1200 جنيه وبنشحن لجميع محافظات الجمهوريه. بعد كده معانا الطقم اللي هو التوب بصراحه ومن الحاجات المحترمه جدا والضمان 100% ما شاء الله اللهم بارك. معانا صواني الفرن من ماركه تيما، هنشوفها برضو مع بعض، مكونه من 3 قطع وهنعرف مع بعض سعرها. معانا ومعاكم صواني الفرن من ماركه تيما ما شاء الله هنشوفها مع بعض، مكونه من 3 قطع مقاس 26 و28 و30، يعني مقاساتها جميله جدا اللهم بارك. هتشوفوا الخامه بصراحه حاجه الله اكبر عليها. الصواني زي ما انتم شايفين كده ده شكل الثلاث قطع، طبعا ده التوزيع الحراري بتاع صواني الفرن عشان انتم عارفين ان الصواني دي بتتحط عادي على البوتاجاز على العين عادي مفيش اي مشكله فيها. السمك بتاعها زي ما هو واضح معانا كده واخد الحافه كلها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. دي اصغر قطعه موجوده في صواني الفرن اللي معانا النهارده. بعد كده المقاس اللي بعديها اهو اللي هو 28، ومعانا اكبر قطعه واكبر مقاس. هي جت صدفه ان هم كلهم لون واحد، التشكيله اللي انتم بتشوفوها دي ان هي كلها لون واحد، لكن ان شاء الله متوفر عندنا كل الالوان باذن الله في خامات الجرانيت. كمان عندنا طقم الاربعه حله والجريل سيراميك جرانيت تيفال من شركه تيما موجود ومتوفر عندنا بفضل الله تعالى. دي الصينيه الفرن، دي اكبر قطعه في الصواني الفرن اللي معانا النهارده، مكونه من 3 قطع وبصراحه جميله جدا وخامه عاليه اللهم بارك، شغل ومنتجات تيما في غايه الجمال والروعه. الطقم اللي معانا النهارده ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، سعره في معرض منزلي للادوات المنزليه ب 1350 جنيه. سعره 1350 جنيه صواني الفرن، صواني الطواجن، الجلايات 1200، اللبانه ب 500، طقم الكنك ب 500 موجود ومتوفر عندنا بفضل الله، وصينيه البسبوسه او صينيه البيتزا الثلاث قطع ب 900 جنيه. دي اسعار رفايع منتجات تيما، بالاضافه كمان لعندنا طقم الكازارولا او طقم الدوكسيه من شركه تيما هنشوفه مع بعض. دي اخر منتج معانا من منتجات شركه تيما، طقم الكازارولا او طقم الدوكسيات على حسب ما الناس بتحب تقول عليه، موجود عندنا ومتوفر في معرض منزل للادوات المنزليه، برضه طالع معانا نفس الالوان، مكون من 3 قطع زي ما انتم شايفين كده من شركه تيما ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطقم ده متوفر ومتاح عندنا ما شاء الله، سعره الحالي، سعره الحالي سعر النهارده سعره عامل 900 جنيه. شفتوا الفيديو بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثه، بعد سنه، وعايزين تسالوا على المنتجات دي هتشتروها من عندي، هتشتروها من بلدكم او من مكانكم، وعايزين تسالوا على سعرها اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله مش هتاخر عنكم على قدر المستطاع، بحاول ارد على كل الاسئله وكل الاستفسارات اللي بتجي لنا في كل المنتجات اللي موجوده ومتوفره عندنا في معرض منزلي للادوات المنزليه. دي الاسعار الحاليه لمنتجات تيما في خلال الفتره اللي احنا فيها دي، بعد كده الله اعلم الاسعار هتكون ايه. لو عجبكم الفيديو بنتمنى نعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. عندنا صفحه على الفيسبوك وهي صفحه معرض منزلي للادوات المنزليه الحديثه، اللينك بتاع صفحتنا على الفيس هتلاقوا عليه كتير من المنتجات، وسايبين اللينك ده في صندوق الوصف، تقدروا تشتركوا برضه في صفحتنا هتلاقوا كتير من المنتجات اللي ما بنقدرش نجمع كل المنتجات في الفيديوهات اللي بتكون موجوده معانا. عنواننا المنيا ملوي شارع 26 يوليو معرض يحيى الفحار للادوات المنزليه، بنشحن منتجاتنا لجميع محافظات الجمهوريه ان شاء الله. اسعارنا مش هتلاقوا ورانا سعر في اي منتج من المنتجات، وهننصحكم وهنعرفكم كل شيء من اصلي وتجليد وغيره. والنقطه المهمه اللي قلناها في اول الفيديو
ان انا هسيب لكم ان شاء الله فيديو هيظهر معاكم حالا في اخر الفيديو ازاي نستخدم ونحافظ على الجرانيت ونعرف الجرانيت الاصلي من التجليد. كل شيء يخص الجرانيت هيظهر معاكم الفيديو حالا بامر الله تعالى. بنشكركم جميعا واسفين ان احنا طولنا الفيديو. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. رفيع العروسه من الابره للصاروخ عندنا بامر الله موجوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.